مساعدة على تحقيق الشراكة الاستراتيجية. كل ذلك يأتي دلالة على قناعة راسخة بأبعاد هذه الشراكة. ولا يفوتنا هنا أيضا أن نشير بكل التقدير للعمل الخيري الذي قامت وتقوم به المؤسسات الخيرية الكويتية التي امتد نشاطها ليشمل العديد من دول أفريقيا. وأعلن في هذا الصدد عن عزم دولة الكويت تخصيص جائزة مالية سنوية بمبلغ 1,000,000 دولار باسم المرحوم الدكتور عبد الرحمن السميط على أن تختم. على أن تختص في الأبحاث التنموية في أفريقيا، وتشرف عليها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.